امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الاول للطيران والفضاء بمدينه العلمين في نسخته الاولى، واللي بتستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولي تحت رعايه الرئيس السيسي. خلينا نعرف ما اهميه ان مصر تعمل معرض طيران وللعلمين، وايه اهم الشركات اللي موجوده في العلمين بتشارك في هذا المعرض، وايه تأثير ده على الصناعة الحربية المصرية وعلى التواجد المصري. بصحبتنا على التليفون اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. وفي النهاية امبارح سمعنا على سبيل المثال يعني للحصر توقيع شراكة ما بين شركة فرنسية وما بين الهيئة العربية للتصنيع في مجال صيانة الطائرات، وسمعنا أيضا على هامش المعرض فعاليات كتير. أهمية ده من خلال رؤيتك للمعرض تكون عامله ازاي يا فندم؟ اهلا وسهلا وصباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. في بعض النقط كده تفهمنا بشكل استراتيجي المعرض ده ايه، وتقودنا لكل هذه الاجابات التساؤلات والاجابات عليها. اولا دي النسخه الاولى من المعرض، اللي اشترك في المعرض اكثر من 300 شركه مصنعه للطائرات والصناعات الفضاء والصناعات المكمله ليها. وده عدد ضخم جدا من الشركات، يمثل فوق ال 100 دولة. مفيش معرض في نسخته الأولى بيوصل للعدد ده إطلاقا. العدد ده يتوصل له بعد 7-8-10 نسخ. فكون إن أوصل لل 300 شركة أو أكثر من 100 دولة دي نقطة مهمة جدا، ودي تقودنا لنقطة ثانية. الفعاليات اللي كانت موجودة فعاليات متعددة، 3 فعاليات رئيسية في المعرض. اولا اجنحه متعدده وللشركات العدد 300 شركه، ودي اول فعاليه. الفعاليه الثانيه عدد كبير من الطائرات اللي على الارض كمعرض خارجي، طائرات قتال وطائرات مدنيه، ودي فعاليه ثانيه. الفعاليه الثالثه مهمه جدا، وهي العروض الجويه سواء من فرق الالعاب او من الطائرات على اختلاف انواعها. مفيش معرض جوي بيوصل للثلاث فعاليات دول مع بعض في النسخه الاولى. سيادة اللواء، في دول كبيرة مشاركة في المعرض، سبب الثقة الكبيرة من الدول دي في المعرض في نسخته الأولى إيه هي؟ ما حضرتك هتلاقي 300 شركة دول من 100 دولة، فهتلاقي دولة زي أمريكا مشترك فيها 7-8 شركات كبار. الشركات دي شركات عالمية. أيضا من أوروبا، ما تلاقي شركة زي مرسيدس دول الفرنسية دي شركة عالمية، وشركات أخرى من كل الدول. فدي نقط مهمة إضافة إلى بعض الندوات المؤتمرات اللي على الهامش. اللي انا عايز اقوله ان ما حدش بيوصل للثلاث فعاليات دول وال 300 شركه من ال 100 دوله في النسخه الاولى. استحاله. كون ان مصر توصل لهذا الموضوع في النسخه الاولى ده يقودنا بقى لايه الاضافه اللي هنستفيد منها. اولا الشركات دي في جزء كبير منها عامل تعاقدات مع شركات مصريه، ومثال ليها زي الهيئه العربيه للتصنيع على تصنيع أجزاء من طائرات أو طائرات أو منظومات مكملة لمنظومات الطائرات. وبرضو على سبيل المثال الشركة العربية للتصنيع بتعمل عمارات لأكثر من 16 محرك طائرة. يعني ده يعني أنا واخد لايسنس، واخد تصديق وتصريح إن أنا أعمل الكلام ده. بالظبط. الشركة الأم لما بتدي هذا التصريح بتيجي تشوف هي الامكانيات اللي عندك، عندك قدرات بشريه شكلها ايه. ان انا النهارده الرخصه دي يا فندم بس اللي هو ان انا اقدر النهارده اصنع ده. بالظبط. هل ده صحيح؟ يعني انا ما اقدرش مثلا اروح اعمل عمره لمحرك طائره من نفسي حتى لو الطائره عندي. لازم الجا للشركه الام، وبالتالي ده بيديني ميزتين، ان انا اشتغل بنفس المعايير بتاعت الشركه الام. الميزه الثانيه المهمه ان لو في محركات ثانيه للطائره دي في دول اخرى ييجوا يعملوا عندي العمارات وكانوا بيعملوها في الشركه الام اللي في فرنسا او في امريكا. طب بخلاف تعزيز الصناعه الحربيه، ويمكن ده شفناه من خلال التعاقدات اللي عملتها الهيئه العربيه للتصنيع، الشركات الدوليه الخاصه بالنقل التجاري يعني بوينج وايرباص لما تبقى موجوده هنا احنا نستفيد بيها ازاي؟ انا استفدت حربيا في تعزيز الصناعه الحربيه، استفيد ازاي من شركات زي كده في هذا المعرض في نسخته الاولى؟ نفس الكلام، تصنيع بعض اجزاء الطائرات، مش هقول نصنع الطائره كلها، بعض اجزاء الطائرات والعمارات وايضا الصيانه. دي نقط مهمه جدا. الطائرات دي بدل ما انا اعمل صيانه بالكامل
بره مصر، لا ممكن جزء من الصيانه اعملها هنا، جزء من التدريب اعمله هنا. عندنا محاكيات سيميليتورز في الطيران المدني موجوده هنا، ومراكز تدريب تحت مظله وزاره الطيران المدني. المراكز دي سواء تدريب وصيانه ومحاكيات تناظر المعايير العالميه، فانا كده بخفض عمله صعبه على موازنه الدوله. والنقطه الثانيه بجيب عمله صعبه لانه بيتمرنوا عندي من دول افريقيه وعربيه بيجوا عندي. يعني النقطه ان انا بستفيد من اتجاهين، تخفيض الموازنه الحمل على الموازنه من العمله الصعبه، وايضا ان انا بدخل عمله صعبه. النقطه المهمه قوي توطين التكنولوجيا، يعني صحيح. ما يبقى زي الهيئه العربيه للتصنيع عنده مدرسه بتعمل على تاهيل وتدريب الفنيين والمهندسين بمعايير عالميه، بيدرس فيها على فكره من فرنسا بعض المدرسين اللي اضافه للمصريين. توطين التكنولوجيا في الانسان نفسه دي نقطه انا شايف ده مكسب لا يقدر بثمن. برضو وضع مصر على خريطه المعارض العالميه. صحيح. وبشوف بقت العالمين دي ايقونه البحر المتوسط. ده حقيقي. طب بخصوص التكنولوجيا وحضرتك بتتكلم عنها، النهارده الطائرات بدون طيار الدرونز هي الشكل الحديث، الشكل بتاع القرن الحادي والعشرين في الطائرات. احنا بالتاكيد في يعني تطور في ده في ظل المعرض، تعليق حضرتك. ده من قبل المعرض كمان، من فتره طويله، واحنا عندنا صناعه الطائرات بدون طيار ابتدت تتطور. شفنا في معرض ايدكس حتى اللي فات بالزبط. الطائره 30 يونيو على سبيل المثال وليس الحصر، فاحنا بنصنع طائرات بدون طيار، ودي نقطه مهمه جدا وبتكنولوجيا عاليه وبمعايير عالميه، وان شاء الله باذن الله في المستقبل هتلاقي فيه تسويق للمنتجات المصريه. طائرات بدون طيار اهميتها انها الحقيقه عامل مهم جدا في خفض التكلفه، والاقتصاد في القوه ده اهم مبدا من مبادئ الحرب. وصل طيارات بتوصل 30 ساعه طيران متواصل استطلاع مسلح، فهي بتستطلع وفي نفس الوقت ممكن اثر مباشره. وشفنا الكلام ده في مسرح العمليات الاوكراني ومسرح عمليات الشرق الاوسط. الاضافه المهمه جدا جدا سؤال حضرتك مهم قوي، وهو وصلنا الى صناعه منظومات لمواجهه الطائرات بدون طيار. ومنظومات المواجهه دي قليله في العالم ومش فاعله بشكل كبير جدا حتى في امريكا. فاحنا وصلنا ان احنا نصنع هذه المنظومات، لان الطائرات دي ساعات بتبقى في ايد جماعات ارهابيه. فلازم عندي هذه المنظومات، وهي منظومات معقده وفعاليتها الحقيقه في العالم ما هيش كبيره حتى الان حتى في الدول العظمى. فكنا انا اخوض في هذا المجال متوازيا مع صناعه طيار بطار، انا شايف ان انا كده بسبق العالم كله في هذه الصناعه وبايد مصريه، لان الاثنين لازم يمشوا في مسارات متوازيه، الصناعه والمواجهه للطيار بدون طيار. طيب امبارح كمان سياده الرئيس تفقد اجنحه ومعروضات الشركات المشاركه في المعرض. سيد الرئيس في الحقيقه مهتم جدا بالطيران والفضاء، حابين نعرف عن الجزء ده اكتر والدور الايجابي. حضرتك اتكلمت يمكن عن اعاده مش تصنيع هنا لكن يعني تصليح، خليني اقول الصيانه بالظبط والعمارات دي مهمه قوي، يعني حضرتك مهم جدا. هو ايه تاني ايجابي يا فندم من المعرض ده كمان؟ خلي بال حضرتك الصيانه والعمارات دي توقف اي سلاح وتوقف اي شركه طيران. اكيد اكيد. نسبه الصلاحيه في الطيارات لازم تكون عاليه وبمعايير عالميه تتم الصيانه، ودي نقطه متوفره الحمد لله. طبعا السيد الرئيس الحقيقه رحب بالشركات المصنعه، يمكن منهم شركه صينيه يمكن اثاروا يعني السيد الرئيس يوقع لهم على دليل الزائرين واوتوجراف، شركات تانية إماراتية مرحب بيها، شركات سعودية، كلها الحقيقة مصر بتحتضن الشركات دي، بحيث يبقى في منتجات كتيرة جدا معروضة وفي تنافس. المجال ده فيه تنافس شرس على فكرة. من الحاجات المهمة اللي بانت قوي، وأول مرة الصين تعرض في معرض طيران وتقوم بعرض جوي، كان في طائرة نقل عسكري هي وعملت عرض ممتاز جدا. أيوه صحيح. شركة داسو عملت عرض بالرافال، ودي كانت حقيقة نقطة سابقة يعني انها تشترك في المعرض ده بشكل كبير، ويمكن السيد الرئيس رحب بيهم. من الشركات الحقيقة اللي تعاون بيننا وبين مصر وقات الجوية عالي قوي يعني، وبيثقوا جدا في الخبرات المصرية. هو العروض الجوية يمكن كانت من أبرز الحاجات اللي كانت في هذا المعرض، وده شق تاني، شق تسويق سياحي للمعرض
بنسختين، بنسخة نحن بنقول للعالم ان احنا عندنا صناعات دفاعية قوية وبنستهدف اسواق جديدة، وفي نفس الوقت بنقول ان العالمين ضرت البحر المتوسط وفيها عروض جوية، واعتقد دي كانت ابهرت كل الناس اللي موجودة في الساحل الشمالي، لان يعني مكان عرض الطيارات ما كانش مقتصر بس على المعرض ده، كان في السماء والناس كلها كانت شايفاه. يعني هنستعرض مع حضرتك الكلام ده بالتفصيل، اكيد هتنورنا اللي هو دكتور طيار هشام الحلبي، ان شاء الله مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا.